فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان شخص لا يحسن الدعاء الوارد للميت، فهل له أن يقتصر على الاستغفار له؟ نعم، يقتصر بما يعرف، ولا أحد ما يعرف الاستغفار للميت ويعرف طلب الرحمة له، كل يعرف هذا، يسأل الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار مثل ما يدعو لنفسه. نعم.